أهلا بكم أصدقائي في أعرف. هل رأيت شيئا من قبل غريبا وغير معتاد لدرجة أصابتك بالدهشة؟ فمهما كنت قد شاهدت أشياء غريبة من قبل، عليك أن تتأهب جيدا، لأن ما سنريك إياه اليوم سيصيبك بالذهول. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلكم كل ما هو جديد. واحد، البايثون المحروق. أثناء اندلاع النيران في الغابات الكائنة بإندونيسيا سنة 2019، كان المشهد أشبه بالجحيم، لدرجة أن الدخان الناتج من تلك النيران قد وصل إلى سنغافورة وماليزيا، وقد تدمرت غابات الكاليمانتان بشكل شبه كامل، مما أدى إلى القضاء على عدد لا نهائي من الحيوانات المختلفة والفصائل النادرة من الطيور والحشرات. وهذه الصورة الموجودة أمامكم الآن هي أكبر دليل على الدمار الذي حل بالحيوانات. فهذا فرد من فصيلة ثعابين البايثون الضخمة الموجود في المكان الخاطئ بالوقت الخاطئ. والجدير بالذكر أن طوله قد وصل إلى 32 قدماً، وقد أطلق عليه السكان المحليون لقب ملك الثعابين. 2، الإنسان الآلي العملاق. استمر المهندسون العاملون في مصنع غوندام بمدينة يوكوهاما بالعمل ليلاً ونهاراً لينتهوا من أحدث اختراع لهم، وهو هذا الإنسان الآلي الذي يبلغ طوله 60 قدماً. وأكثر ما هو مثير للدهشة في هذا الاختراع هو أنه قدر على السير مثل الإنسان العادي. ويأمل المهندسون أن يتم تسجيل اختراعهم في موسوعة جينيس للأرقام القياسية لكونه أطول إنسان آلي في العالم. والجدير بالذكر أن وزنه يصل إلى 25 طناً تقريباً. 3، السفينة الرأسية. من المؤكد أنك لم ترى سفينة بهذا الشكل من قبل، فهذه السفينة المدهشة لديها القدرة على أن تكون سفينة أفقية معتادة، ولكنها تمتلك القدرة أيضاً على أن تغوص في المياه للبحث والتنقيب وتصبح عمودية بهذا الشكل. يبلغ طولها حوالي 355 قدماً، وبهذا فهي قادرة على الوقوف في منتصف المحيط دون أي مشكلة، وقد تم إنتاجها في الولايات المتحدة لتستخدمها القوات البحرية الأمريكية لدراسة كل شيء عن مياه المحيط، سواء كانت خواصه أو نسبة ارتفاع أمواجه مع اختلاف حالات الطقس طوال العام. ولا تحتاج هذه السفينة إلا ل 23 دقيقة فقط لتنتقل من الحالة الأفقية المعتادة إلى الوضع الرأسي المدهش. 4، حشرات العصا الشوكية العملاقة. عند النظر إلى تلك الحشرات الظاهرة أمامكم على الشاشة، ستشعر بالاشمئزاز والغرابة، لأننا لم نرى حشرات عصوية شوكية بهذا الشكل من قبل. ولكن هذه الفصيلة تعد من الفصائل النادرة والعملاقة، والتي يتمركز وجودها في غينيا الجديدة، ومن الممكن أن يصل طولها إلى 6 إنشات، بينما يتميز لونها باللون البني الداكن. وتمتلك في الجزء الخلفي من جسدها شوكة مدببة تحمي بها نفسها، وتضع الإناث بيضها من خلال هذا الجزء. وما هو مثير للاستغراب حقاً أن هناك بعض الأشخاص من حول العالم اتخذوا من تلك الحشرات حيواناً أليفاً لهم، ويقومون بتربيتها في منازلهم. 5، سبات التمساح. عندما تنخفض درجات الحرارة في الساحل الشرقي بالولايات المتحدة، تضطر هذه التماسيح إلى الخروج إلى سطح الماء وسبات نصفها العلوي في الهواء للحفاظ على بقائها حية، وهي تتبع هذا الأسلوب لتتمكن من تنفس الأكسجين في الوقت الذي يكون فيه جسد التمساح متجمد تماماً. وفي هذه الحالة لا ينامون بشكل طبيعي،
وإنما يأخذون قيلولة صغيرة جداً لكي يستمروا في سباتهم ولا يعرضون حياتهم للخطر. 6. نافورة التحكم الصوتي. تم التقاط مقاطع فيديو لنافورة التحكم في الصوت التي تقع في آسيا، وهي مصممة خصيصاً لإخراج الطاقات السلبية لزوارها، إذ أن السائحين يقصدونها خصيصاً للصراخ بأعلى صوت ممكن لهم لكي تبدأ النافورة في العمل وإخراج المياه، ويتم ذلك من خلال مكبر صوت متصل بها يقوم الزائر بالصراخ فيها، أو إصدار أصوات بدرجات مختلفة للتحكم في حركات المياه ودرجة سريانها. 7. سانتا في البحر. بالرغم من أن شخصية سانتا كلوز شخصية خيالية، إلا أننا نسعى دائماً إلى تقليدها في عيد الكريسماس، لذلك نجد ملايين الأشخاص من حول العالم يرتدون الزي الخاص به ويقومون بنشاطات مختلفة، ومن ضمن تلك النشاطات أن يقوم حوالي 150 شخصاً بارتداء الزي وركوب الدراجة البحرية والسير في البحر، ويستغلون هذا الأمر أيضاً لجني أكبر قدر من الأموال والترفيه عن الأطفال الذين يذهبون للشاطئ مع والدهم. 8. عملية قلب القدم للجهة الأخرى. قد تبدو لك هذه العملية غريبة الأطوار وليس لها أي فائدة، ولكنها تجرى بالفعل وتعمل على تحسين حياة عدد كبير من الأشخاص الذين قد ولدوا بأمراض نادرة ووراثية في قدمهم وركبهم بشكل خاص. فعندما يتم قلب القدم للجهة الأخرى تصبح الركبتين أفضل بكثير، لدرجة تحويل المريض من شخص عاجز تماماً لشخص قادر على الحركة بشكل مثالي. ودائماً ما تجرى تلك العملية للأطفال الذين لا يزيدون عمرهم عن 12 عاماً. 9. صنع الجبن بالموسيقى. سواء كنت تفضل هذا النوع من الجبن أم لا، لابد أنك ستندهش كثيراً عندما تعلم بأن قرص الجبن قد استمع إلى الموسيقى المفضلة لك في فترة تصنيعه. هذا بالضبط ما يقوم به صانع الجبن السويسري بيت وامفلر لكي يتمكن من التحكم في مذاق الجبن وجعلها أفضل من أي صانع آخر. يبدو الأمر جنونياً، ولكن الأبحاث التي أجريت في عدد كبير من الجامعات العالمية قد أكدت أن الموسيقى لها تأثير كبير على الجبن. وبالفعل تم إجراء تجربة فعلية بالصوت والصورة، والتي فيها تم وضع 9 اسطوانات من الجبن في مكان مليء بالموسيقى التي تفعل طوال 24 ساعة لتسع أغاني مختلفة، وقد كانت كل أغنية مخصصة لقرص جبن معين. وبعد مرور 6 أشهر اتضح أن كل قرص له مذاق مختلف، وقد أكدوا جميعاً أن القرص المستمع إلى موسيقى الهيب هوب هو صاحب المذاق الأفضل. 10. تثاؤب فأر الهامستر. هل تعلم أن هذا الكائن اللطيف جداً يتحول إلى وحش حقيقي عندما يتثاؤب؟ وعندما يفتح فمه يمكنك أن تجد كائناً فضائياً بالداخل، وذلك لشدة غرابة فمه. ومن المعروف عن معظم الحيوانات أنها لا تتثاءب، وإنما تفتح فمها بهذه الطريقة للتعبير عن بداية العنف أو لتخويف وتهديد الحيوان الخصم. ولكن فأر الهامستر ذو سلوك مختلف تماماً، إذ أنه يتثاءب مثل البشر، وعندما يفتح فمه بهذا الشكل يكون في أقصى حالات استرخائه. 11. أصغر حديقة في العالم. في الولايات المتحدة الأمريكية تظهر حديقة صغيرة جداً مكونة من شجرة واحدة فقط، والغريب فيها أنها مصنفة بالفعل كحديقة رسمية ولها لافتة مكتوب عليها اسمها، وهي لا تتعدى القدمين في الطول، لذلك تم تسجيلها في موسوعة جينيس سنة 1971 كأصغر حديقة في العالم. 12. آلة رصف الشوارع. لقد أصبحت التكنولوجيا مثل الوحش الغائر الذي يسيطر على كافة الوظائف،
وينهي الأيدي البشرية العاملة شيئاً فشيئاً. ومن أكثر الآلات التكنولوجية الحديثة والمدهشة الموجودة في الوقت الحالي هي آلة رصف الشوارع، التي فيها يقوم العمال فقط بملئها بالحجارة اللازمة والمواد الخام اللازمة، لتقوم هي بدورها وتنتج لنا طبقة خرسانية ملصقة ببعضها ومرصوفة بهذا الشكل، ثم تضعها في الشوارع وكأن هناك شخصاً ما يفرد سجادة على الأرضية. 13. اللهب المنبثق من الطيارة بدون طيار. إذا كنت تعتقد أن هذه الآلة تستخدم للدمار فقط فأنت مخطئ، إذ أنها تخرج اللهب منها لإصلاح كافة الأعمال بالأسلاك الكهربائية الموجودة على ارتفاع شاهق جداً، كما أنها تستخدم للقضاء على عدد كبير جداً من الحشرات الضارة والتي قد تقضي على الأشجار وعلى عدد كبير من النباتات النادرة. 14. أصغر هاتف محمول في العالم. لا أظن أنك قد رأيت هذا الهاتف من قبل، فهو هاتف زينكو تي وان الذي يعمل لاستقبال وإتمام المكالمات والرسائل، ولكنه لا يتمكن من تشغيل أي نوع من أنواع التكنولوجيا الخاصة بالهواتف الذكية مثل الاتصال بالإنترنت وإجراء الدردشات مع الأصدقاء، ولا يمتلك حتى كاميرا للتصوير. أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم. أراكم في الفيديو القادم. إلى اللقاء.